دلوقتي معدنا مع جمال وسحر المكان والطبيعه اللي بنشوفه كل يوم في العالمين الجديده. تعالوا نروح مع حضراتكم نشوف ايه اخر الاخبار مع زميلنا كريم بيبرس. صباح الخير يا كريم. صباح الخير يا محمد، صباح الخير يا منى، صباح الخير على جميع مشاهدي صباح الخير يا مصر. فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية لسه مستمرة، احنا بنتكلم خلاص دخلنا في آخر 10 أيام من المهرجان اللي هينتهي في 30 أغسطس، لكن الحقيقة إنه برغم إن احنا قربنا خلاص على الانتهاء لكن الفعاليات لسه مستمرة وبتتزايد، يعني احنا من أول يوم واحنا بنتكلم على الفعاليات الخاصة بالرياضة اللي موجودة على شط العالمين الجديدة. بنتكلم عن كرة الطايرة، كرة القدم، كرة السلة، ده لسه مستمر الحقيقة، والويك اند ده كمان الحقيقة ونهاية الأسبوع ده هيكون في فعالية خاصة كمان ببطولة الـ MMA أو بطولة يعني المحترفين الخاصة بالرياضة، رياضات متنوعة يعني الـ MMA Multiple Martial Arts، هتلاقي يعني عبارة عن تنوع في اللعبة نفسها من الجودو، من الجوجيتسو، من البوكسنج، من الكيك بوكسنج، كل ده بتلعب في لعبة واحدة بس. هتكون البطولة دي افتتاحها الخميس الجاي، والجمعة هتكون البطولة الرسمية اللي هتكون موجودة في العالمين الجديدة. كمان الناس كلها في انتظار الحقيقة يوم الجمعة القادم، وهتكون حفلة خاصة لكايروكي واللي عليها إقبال كبير جدا الحقيقة من فئات عمرية مختلفة، وناس كتير كانت منتظرين فرقة كايروكي يكونوا موجودين في العالمين الجديدة. ده ما يمنعش انه كمان الحقيقة الفنون الشعبية المختلفة اللي بتعملها وزارة الثقافة والسيرك القومي اللي بتكون موجودة تقريبا يوميا على الممشى السياحي في العالمين الجديدة، كل الفعاليات دي لسه مستمره وما توقفتش. كمان المسرح اللي موجود في المنطقه الترفيهيه لسه الحقيقه بيتعرض فيه مسرحيات في نهايه كل اسبوع، وده الفكره المميز في المهرجان انه يكون فيه فعاليات متنوعه يعني رياضيه، ترفيهيه، ثقافيه. لكن كمان خليني اكلمكم عن حاجه مهمه جدا، وهي فكره الحقيقه التنميه البشريه في حد ذاتها. يعني في معرض تنميه الاسره المصريه اللي كان افتتحته الدكتوره مايا مرسي وزيره التضامن قريب، الحقيقه انه المعرض ده لسه مستمر، لكن الحقيقه انه كل اسبوع تقريبا او كل 5 أو 6 أيام بيكون في تغيير في العارضين اللي موجودين داخل المعرض ده الحقيقه، وبنلاقي كل يعني فتره تغيير في الحرف اليدويه اللي موجوده، وبنلاقي في المعروضات الموجوده الحقيقه في المعرض نفسها كل شويه حاجه مختلفه. لكن المميز اكتر ان هي حاجات مصريه صنعت بايادي مصريه، وده الحقيقه اللي جميل ان كل الناس بتيجي الحقيقه المعرض ده وتشوف اللي موجود جواه، وده جزء مهم جدا من الترويج للتراث المصري والهويه المصريه بشكل عام داخل معرض الأسر المصرية المنتجة. ده لسه موجود كمان في المنطقة الترفيهية. الحقيقة أنه الفعاليات دي الحقيقة على طول مستمرة، ومن أهم الحاجات اللي لسه مستمرة كمان الحقيقة هي فكرة سباق السيارات والموتوسيكلات والدراجات النارية والبخارية اللي لسه موجود في العالمين الجديدة. تقريبا يوم أو يوم لأ بيكون في إغلاق لعدد معين من الشوارع وتجهيزات واستعدادات يعني أمنية ومرورية مختلفة عشان سباق السيارات، إما سباق الدراجينج أو سباق يعني الكارتينج أو حتى سباق السرعة أو سيارات شديدة السرعة، ده كمان موجود بالإضافة لمعارض خاصة كمان للسيارات. كمان الحقيقة إنه بكرة نحن كمان هنكون في انتظار نقطة مهمة جدا، هي آليات بشكل عام الكشف على السيارات، يعني الموتور ويك اللي ابتدى يوم 16/8 مستمر لحد يوم 24/8. الحقيقة إنه هيكون في فعالية خاصة للكشف على سيارات شديدة السرعة، ويشوفوا إزاي بيقدروا يقرروا إذا كان العربيات دي ينفع تخش سباقات ولا لأ. والجميل في الموضوع إنه الحاجات اللي إحنا فيها موجودين هنا في العالمين الجديدة الخاصة بالموتور ويك الحقيقة مؤهلة كمان لسباقات أخرى، سباقات عالمية وسباقات دولية. طبعا الصورة بشكل عام من العالمين الجديدة ومهرجان العالمين الجديدة تحديدا يعني لسه مستمرة في الفعاليات المتنوعة، أكيد هننقلها لكم واحدة بواحدة ويوميا وارجع لكم مرة تانية. شكرك كريم، نقلت لنا الصورة كده النهاردة في العالمين الجديدة، فعاليات متنوعة ترفيهية ورياضية وثقافية وفنية. بشكرك كريم بيبرز، كنت معانا من العالمين الجديدة.